يا واتس جو يوتيوب استقبلوا ما رجعت لكم في مقطع جديد. طب اول حاجه اول مره شفنا ما تنسى تدينا لايك سبسكرايب شير وانشر المقطع، عايزين نوصل 5000 مشترك في اسرع وقت. انا عارف وصلت ل 2000 مشترك لكن ده هيكون ليها مقطع خاص ونجي نتكلم فيها يو نو. ويا قبل نخش المقطع نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام التسليم ونذكر الله على بذكر الله تطمن القلوب. يا شباب نادي الاخوان في فلسطين، ربنا يفرج همهم، ربنا ينصرهم غريبا على القوم الظالمين، وربنا يرحم كل الشهداء المسلمين يا رب. ديفيد قال لي في واحد كتب لي كومنت ده قال لي اسوي ردة فعل لسكيني جي، التراك اسمه افصلة اوكي، ورابر سوداني اوكي، تراك نازل قبل سنة فوق 30,000 مشاهدة و1600 لايك اوكي. خلينا نلبس سماعتنا وما نطول كتير في المقدمة، خلينا نشوف سكيني جي عنده ليلة شنو، والتراك اسمه افصلة دي دريل اوكي. يا طق كتير يشيل كافر ما ناسيك بو عاوز جز نافل مش دافينشي بس برضو دافن لك كم لو تقول علي كافر وما بتتسوى ما بتتسوى شنو ما بقدر عليه كان ما استأذنت مني اول بوي نور البيت وين سي توداي يو ماما ماي بي ثينكينج يو ليت بس انت دقست لاعب انك رابر شفاتي لاعب على البيت وكمان سياف ام اي كي اي شاين طاير 200 ودايز الجاس نو لام فوتيني ركشه او باص فيت بارز يا اصلي وي دو نوت بوز ام بيز وي 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 خلينا نرجع من البداية نسمع تاني. دايم ذيس نيجا هي سنابينج افصلة حياتك كتير يو ستيل كابينج ما ناسيك قال لك حياتك كتير يو ستيل كابينج، يعني الحياة انت بتحايد وما عندك حاجة في نفس الوقت يو نو، يعني انت بس بتتكلم لكن كيسك فاضي اوكي. وقال لك بوي اي واز جاست سنابينج ما ناسيك ما ناسيك بوي اي واز جاست سنابينج يو نو، قال انا ما نسيتك يو فيل مي قال لك مش دافينشي بس برضو دافن اوف مش دافينشي بس برضو دافن. طيب لو تقول علي كافر وما بتتسوى ما بتتسوى شنو ما بقدر عليه كان ما استأذنت مني اول بوي نور البيت وين سي توداي يو ماما ماي بي ثينكينج يو ليت بس انت دقست لاعب انك رابر شفاتي لاعب على البيت وكمان سياف ام اي كي اي شاين طاير 200 ودايس الجاس نو لام فوتيني ركشه او باص فيت قال لك طاير 200 ودايس الجاس نو لامبو اديني ركشه او باص، ركشه اللي هي التوك توك بالمصري يعني، واما الباص اللي هو باص عادي. فقال لك انا طاير 200 لكن بالركشه والباص يو نو يا اصلي وي دو نوت بوز ام بيز بي بوسك اب ذا بيز كاز انا جاي احكي لك قصه حكايه متجسه من بعيد جاي كنت انا شايفك I thought you were bitch امسك البزه شيله متجسه الجرس لسه جيبه بي جاي خش على الحصه نيجا هوي خش على الحصه بصلا ثواني 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 انا لهي سواري تصدق يديس ولا ده تراك بس هو سواها كده. خلينا نسمع انا جاي احكي لك قصه حكايه متجسه من بعيد جاي كنت ده كانه تراك تو دوب، البيت ده كانه من تراك تو دوب اللي هو متجسه ولا حاجه كده. فهنا برضو انا شايف في كلمات كده كانه لي تو دوب، بس انا ما عارف هو ديس ولا بس تراك عادي، فانا ما عارف. انا جاي حكايه متجسه من بعيد جاي كنت انا شايفك اتوقع يو ور بش امسك البزه شيله متجسه الجرس لسه جيبه بي جاي خش على الحصه صراحه في حاجات هنا يعني خلاص ده كانه تو دوب تو دوب اللي متجسه وما عارف يو فيل مي تراك برو انا ما اعرف صراحه، بس عرفوني تحت في التعليقات اذا كان ديس ولا هو بس تراك كده و عشان برو انا ما ادري اظن وفي نفس الوقت اطلع يعني ما ديس ولا اي حاجه. خلينا نكمل هوي خش على الحصه افصله افصله مني افصله 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 خلاص يا مان افصله مني افصله
عيني ده حمرة كشفوتي هانا مارتل ارتس جاكي ماسينا ما اوبر باور سيجين فيجيت تفصل مني ما نقى مجينا جيب بتسلم جدك جيب ترجف ليفر دان اطفي المكير طريقك فاضي امشي يا زول نور السيارة لي ما تكبل بعيدة بشيلة اتقولجو اصبر لي بس دقيقة مراي انا فاصل قلي للتوب ما تزعل كان قلبت للخريقة انا قلت بجيبة ابود الزيت وجبت المديدة رصيد انتهى ولا موناكو تميت الونس جوا الكابينة جيب الموية دي مشرق مات الود سو تايني هسه هيدرا سبتها غلط ما غلطتي ليه يو اسيوم دراك قلت نماس جاتني دعوة بس اول تاس بصراحة ما داير قابل الناس يمكن عشان عندي انا تكد ومحرك وماشي تكل في مارس متحرك وماشي هتتكل في مارس ايوه خليها نرجع ثاني يعني دي حمرا كشف انا مارتل ارتس جاكي ماسينا ما اوبر باور سيجين فيجيت تفصل مني ما نقى مجينا جيت بتسلم يدك بترجف ليه بردان اطفي المكيف قال لك جيت بتسلم يدك بترجف ليه بردان اطفي المكيف يعني كانه الزول جاي يسلم ليه هو خايف منه من كتر الخوف يده بترجف يفهمي فقال له انت بترجف ليه اطفي لك المكيف بردان ولا حاجه كده يفهمي حلوه حلوه لنكمل طريقك فاضي امشي يا زول نور السيارة لي ما تكبل بعيدة بشيلة اتكوجو اصبر لي بس دقيقة براي انا فاصل قلي للتوب ما تزعل كان قلبت للخريقة انا قلت بجيبة ابود الزيت وجبت المديدة رصيد انتهى ولا موناكو تميت الونسة جوا الكابينة جيب الموية دي مشرق مات الود سو تايني هسه هيدرا سبتها غلط ما غلطتي ليه يو اسيوم دراك قلت نماس جاتني دعوة بس اول تاس بصراحة ما داير قابل الناس يمكن عشان عندي انا تكد ومحرك وماشي تكل في مارس قال لك عندي تكد متحرك وانا ماشي هتكل في مارس مارس اللي هو كوكب ثاني تقريبا المريخ يا ف يا قال لك انا دي تاكيد ماشي هتاكل في مارس يعني ماشي اقعد في مارس افصلها مني زحمني سكريجي صراحة دورت أول تراك أنا اسمه الاسكيني لكن التراك متى اسمه أفصلة تراك يعني حاجة كده يفهم الدريل أنا كمان في الدريل أنا الدريل ده جوي صراحة شراوت سكيني وتراك كان فاير مع إنه متأخر أنا جاي بعد سنة من التراك بس لكن برضو ستيل فاير ويا برو مبدع بصراحة مشيك على البيت فلواتك كلماتك يو فيل مي الرايم كله تمام كله ديسيس كل الحب ليه يا برو كل الحب والاحترام والتقدير و yeah this shit was crazy for real and yeah اظن كده شباب نخش مرحلة التقييم صراحة انا في الدريل انا حرفيا في الدريل ما يعني ما بقصر يو فيل مي دريل بصراحة تاخد 10 من 10 برو تجربة دريل تاخد 10 من 10 تطلع على طول يو فيل مي فكل الحب ليك وحرفيا التراك عجبني واستمتعت به ويا اكتب لي تحت في التعليقات اذا اني اسوي ردة فعل للمود تاني واشوفكم المقطع الجاي يا شباب ان شاء الله كده اني كل الحب لكم وشكرا لكم على الدعم شكرا لكل واحد كتب لي كلام حلو شكرا لكل واحد داس لايك واشترك في القناه وكتب لي تعليق وكل الحب لكم كل الحب لكم شباب فبس مقطع ال 2000 مشترك جاي في الطريق ان شاء الله بحاول كده يعني اسوي حاجه كده حلوه يو نو اشكركم فيها وبس شوفكم المقطع الجاي شباب يا بيس اوت جايز